تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع فنت، أنا السامية عرموش، واقتراحاتي هي كالآتي: الخميس المساء مدعوون للمشاركة باحتفالية فنية مميزة في البلدة التحتة، والجمعة الصبح بإمكانكم زيارة المعرض الفني الجديد في متحف حيفا جدد بن غوريون 11 تحت العنوان مناظر طبيعية حضارية، وأخيرا السبت مدعوون للمشاركة بالمؤتمر السنوي للجماعة الأحمدية بحي الكبابير. لهم مشاهدين انتهت نشرتنا لليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة ومريحة.